بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله محمد الحبيب من مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة. صراحة أشكر الأستاذ أسعد الرئيس على المجهود الرائع اللي يقوم فيه، والأستاذ برضو سعد العنزي من كل مستشفى الملك فيصل التخصصي. صراحة المشروع هذا اللي هو توحيد المعايير الأشعة المقطعية ما بين مستشفيات المملكة وما بين مستشفى الملك فيصل التخصصي عمل جدا رائع ومشروع إن شاء الله مبارك. أولا رايح يكون إن شاء الله فائدته الأول والأخير للمريض، رايح يعني يخفف العبء على المرضى اللي هم مثلا من منطقة القصيم، انهم الأشعة المقطعية اللي هي مطلوبة من مستشفى الملك فيصل التخصصي تنعمل هنا بمعايير عالمية، وباستطاعة المريض انه ما يكون عنده عبء عالي من ناحية انه يروح مثلا للرياض ويعمل الأشعة ويرجع مرة ثانية وينتظر موعد الدكتور، لا يكون عمله في المستشفى الملك فهد، سواء مستشفى الملك فهد او اي مستشفى ثاني داخل المنطقة. والشيء الثاني برضو رايح يكون فائدته لنا كتبادل خبرات بيننا وبين مستشفى الملك فيصل التخصصي مع الاستاذ او زملاء الاستاذ سعد العنزي، بيعود بالفائدة الكبيرة علينا اولا من ناحية كمعلومات جديدة وبروتوكولات جديدة أيضا. أسأل الله إن شاء الله العلي القدير أنه يوفقنا في هذا المشروع وأنه يسدد الخطى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.